السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. هذه يا إخوتي لعلها تكون بشارة، وهي بنفس الوقت دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب. جوبر هذه البلدة الطيبة التي لها المكان الحبيب في قلوبنا، والتي تألمنا كثيرا لما أصابها واشتقنا لها، والله اشتقنا لها، اشتقنا لترابها، اشتقنا لمياهها، اشتقنا لهوائها، اشتقنا لأهلها. أنا أحببت أن أخبركم أنني في هذه الليلة رأيت رؤيا فيما يرى الرائي، أنني كنت في مكان فيه تلال من الركام، هكذا تلال، وأنا أمشي على هذه التلال وبجوارها أطنان من الإسمنت، أطنان من الإسمنت، بناء يعني بناء ضخم جدا يكب فيه من الإسمنت الشيء الأطنان، يعني يبدو أنه بناء كبير وقد وصل طوابق وصل إلى الأرض يعني. وكنت هناك أنا وأنا داخل